نتغذى فيه نلقاكم فعلا قد كمل برنامجنا فيه للأطفال بالبعض. شاركنا فيه وتواصل بالود حتما نتعامل يجمعنا حب وحنان في هذا طبعا نتكامل برنامجنا من شاشة بث ذهبية. السلام عليكم عمو فرحان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بجاري العزيز، شلونك شخبارك؟ أنا بخير، إذا أنت عمو فرحان صديق العزيز بألف خير. بس شنو، أنا عندي يعني فالطلب وشي فالشغلة، يعني أنت كيفك شو سميها سميها. شنو طلب؟ أيه. شغله ابو عبد الله شنو حزوره هي؟ لو طلب لو خبر لو حزوره، شنو الموضوع؟ قول شنو اللي ببالك وانا اسمعك على الرحب والسعه. ابو عبد الله احكي. اقول لك عمو فرحان، عندي فد صديق عزيز علي، هذا هو وعائلته الكريمه واطفاله الحلوين، يعني من اشد المتابعين البرنامج عمو فرحان، و عنده فد طلب يعني معين، وهو انه عنده فد صديق يريد يجي ويانا لهنا البرنامج. انت شنو رايك؟ ادري يعني ابو عبد الله، ها غير اعرف هسه شنو الطلب، والله حيرتني وانا هسه صافون، ايش اجاوبك وش ارد عليك واصدقائنا، يعني شو اقول لك انا هسه؟ بس اعطيني مجال شوي شوي. اولا صديقي هو الاعلامي والمذيع استاذ احمد شارع. احمد شارع. استاذ احمد شارع انا كلش معجب بي وبادائه، وهو مو بس يطلب هو يأمر. حلو ما شاء الله، هسه يعني ارتاحت انا. ليش؟ لانه هسه اريد اسولفك السالفه. يلا سولف ابو عبد الله. احمد شارع اتصل بي فاجئني بالليل، انا خفت اول مره. شنو الموضوع؟ شنو الموضوع؟ بس بعدين ارتحت. ايدي سوالف ايش خبرك بالليل شكو؟ اسمع اسمع. اي مقلقتني. صديقنا احمد شراب خابر قال اقول لك ابو عبد الله اكو ضيف عزيز يريد يجي لهنا للبرنامج. اي فهذا الضيف طفل صغيروني يقول وشاطر هوايه وعنده فد قدرات جميله ورائعه. وسألني يعني قال لي يعني انتم تحبون يجون ضيوف يمكم؟ قلت له شو هاللعب، غير هذا من دواعي سرورنا، خصوصا عمو فرحان يموت على الاطفال يا عيني. فشنو رايك بهذا الموضوع باعتبارك انت المختار ما شاء الله الاصدقاء؟ شوف تريد رايي؟
بما انه هو من طرف احمد شرار زين، فاني صار عندي شك انه هذا الطفل امكانيته عاليه. اي طبعًا لانه طبعًا من طرف احمد شرار، واحمد شرار نعرف ذوقه. اي اعلامي معروف، صديقنا معروف من زمان. طبعا ما بنسويه احنا، عندي كل الثقه فيه انه يجون من طرفه ناس موهوبين. وان شاء الله الثاني اهلا وسهلا بالطفل الموهوب. والحقيقه ما جئت كان عمو فرحان من دواعي سروري. لأن كلش أحب وأقدر الأطفال الموهوبين، ويا ريت في حلقة اليوم يجي حتى نسولف وياه ونتعرف عليه وعلى مواهبه زين، وبالمقابل نقدم له هدية من برنامج عمو فرحان. حلو حلو تمام. هسه أنا إيش راح أسوي؟ راح بعد شوية أخابر ولي أمره حتى شنو يجيبه للبرنامج الحلقة اليوم قبل ما تنتهي. شلون فكرة ها، عجبتك؟ والله عجبتني. وآني رأيي الحين ما يجي ضيفنا الطفل الموهوب، شنو رأيك لو نرحب بالمشاهدين وأطفالنا الحلوين حتى نبدي حلقة اليوم يا أبو عبد الله؟ وشلون نسيت أنا أطفالنا الحلوين؟ أطفالنا الحلوين سلام عليكم. أنا أعتذر شوية، شغلتنا فد شغلة حلوة. أنا وعمكم فرحان أول شيء رحب بكم مثل كل يوم من خلال برنامجكم وفي حلقة جديدة من هذا البرنامج الرائع بحضوركم ومشاهدتكم ومشاركتكم اللي هو برنامج عمو فرحان، واللي يأتيكم كل يوم في تمام الساعة الرابعة عصرا ما عدا طبعا يومين اللي هن الأربعاء والخميس، وإن شاء الله دائما وياكم فقرات جميلة ورائعة جدا. واليوم فت فقرة كلش حلوة ويا ضيف يخبر الموهوب، الله يحفظه ان شاء الله. شو تقول عمو فرحان؟ والله اقول عاشت لك يا ابو عبد الله، وخلي اني هم اسلم على اصدقائنا، اقول لهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، اصدقاء برنامج عمو فرحان، الان بودي ان اتحدث فيما يتعلق بالكارت الذي سيظهر الان. ظهر الآن الكارت يا أصدقائنا الحلوين، فإنه يمكنكم أن تتصلون بنا عن طريق هاتف البرنامج اللي هو 07718 مكرر 1 مكرر 2 مكرر 8، وذلك للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، كذلك لاستلام مشاركاتكم وتعليقاتكم وصور أصدقاء البرنامج. وأيضا أحب أقول لكم يا أصدقائنا الحلوين، حلقة اليوم فيها فقرات كثيرة ومنوعة ننتظركم فيها. يا سلام زين، ولكن من بعد ما تشوفون ندى الرحمة ندى الرحمة مع ندى الرحمة. عند الاستيقاظ تستيقظ هناء باكرا، فتحمد الله سبحانه على نعمة النوم التي جعلها الله راحة للإنسان، وتردد هذا الدعاء: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي لأحمده وأعبده. ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أصدقائنا الأطفال، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج عمو فرحان. طبعا اليوم حبيت أقرأ لكم قصة من سلسلة إصدارات الحسيني الصغير، يحكى أن كاتبها مهند العاقوس وراسمتها سرى غزوان. طبعا يحكى أن من القصص الجميلة اللي أصدرتها الحسيني الصغير قصص بها عبر حلوة تفيدنا بالمستقبل. طبعا أنا هسه راح أقرأ لكم واحدة من القصص مالتها وتشوفون شلون هي حلوة وشلون بها عبرة بعد أحلى. فيلا
خلينا نبدي نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان قصتنا لهذا اليوم الوعاء الكبير. حمدان وسلطان أخوان توأم، هما أبناء الحاج منير مختار الحي. الحاج منير عنده مكتب يستقبل بيه الناس، يسمع مشاكلهم ويحلها. بهاي المكتبة عنده بندقية قديمة، وعاء مال طبخ كبير ونحاسي يستعملها بالمناسبات وبهذه الأشياء. بيوم من الأيام مرض هذا الحاج، الحاج منير، وسافر للعلاج إلى المدينة. فبذلك اليوم سمعوا سلطان وحمدان الإخوان التوأم صوت جاي من المكتب، راحوا بكل سرعتهم، عبالهم أكو لص جاي يريد يسرق الخاتم مال المخترة. بس للأسف ما لقوا أحد. فجأة صدر صوت من قلب هذا الوعاء، كان الصوت يقول خاتم المخترة للوعاء الكبير، قصدها للشخص الكبير، فمن منهما الأكبر؟ طبعا هنا لما سمعوا هذا الصوت، هذا حمدان وهناك سلطان، وهذا الوعاء الكبير اللي أصدر هذا الصوت واللي قال، خلينا نشوف، قال خاتم المخترة للوعاء الكبير، فمن منهما أكبر؟ الوعاء الكبير هو إحنا نقوله باللغة العراقية قدر نطبخ به الأكلات وغيرها. فطبعا فرح حمدان هواية، ليش؟ لأن هو أكبر من أخوه بساعات، فراح بكل سرعته شال الخاتم مال المخترة وقام يردد أنا مختار الحي، أنا مختار الحي. فالصبح مشاهدين الكرام قعد حمدان على الكرسي مال أبوه وراح يعالج شؤون الناس باعتبار هو بعد صار المختار، لأن يعني هو أكبر من أخوه بساعات. سلطان أخذ هذا الوعاء وقام يطبخ فيه، وين أكو مناسبة، فرح، حزن، عزيمة، بحيث الناس اللي موجودين بالقرية كلها عرفت الموضوع وكلها عرفت القصة وقامت تتداوله، بحيث لما رجع الحاج منير وتشافه من مرضه سمع القصة. بالبداية فرح، شاف إنه أبنائه قد المسؤولية وعرفوا يديرون شؤون القرية وخلوا الناس يحبوهم. بس بعدين فكر وقال خليني أجمع أولادي وأقول لهم أنا إذا متت يا سامح الله من راح يكون المختار من بعدي. طبعا هنا لما أخذهم إلى المكتب، هذا المكتب مالته مثل ما قاعد تشوفون، مكتب متواضع وحلو بمجموعة من الكتب وبالكرسي مال المختار. طبعا المكتبة تعرفون شنو بيها المكتبة؟ المكتبة مكان مخصص للقراءة، لحفظ الكتب، لترتيبها بشكل منظم، لقراءة الأشياء. طبعا أنا أنصحكم يكون عندكم مكتبة بالبيت تقروها، خليها تبدي من المجلات مال الأطفال، مثلا مجلة الحسين الصغير، وبعدين تصعد شوية شوية وين ما أنتم تحبون تقرون أقروا، وتحطون بها مثلا أدوات الرسم مالتكم، أقلام التلوين، لما تردون ترسمون، لما تردون تقعدون بمكان هادئ تروحون إلى المكتبة. الآن خلينا نرجع إلى الحكاية ونشوف. لما نجمع أولاده قال لهم إن الوعاء الكبير هو من ينبض قلبه بحب الآخرين. قصد الوالد إنه الوعاء الكبير هو الأخ الكبير الذي ينبض قلبه بحب الآخرين. تفاجأوا الإخوان، يعني هسه منو بينا الكبير؟ منو بينا راح يكون المختار؟ قال لهم راح أنطل حمدان اللي هو أكبر من سلطان بندقية الصيد، وراح أنطل سلطان خاتم المخترة، لأن سلطان عرف شلون يكسب حب الناس ويخليهم يحبونه وشلون يدير شؤونهم. أما حمدان فكان إنسان رائع، شلون يعرف يرتجل، شلون يعرف يحل المشاكل. فرح أنطي البندقية وأخليه يصيد الذئاب ويحاربها أينما اعتدت على خرفان القطيع. وحمدان أنا من أموت أنت، عفوا سلطان، أنا من أموت أنت صير من بعدي مختار الحي. انتهت الحكاية يا أصدقائي، لكن العبرة منها هو أنه الشخص الكبير مو بعمره، إنما بتصرفاته، بأفعاله، بقوله، بحب الناس إليه وبالأشياء اللي يسويها. كل ما تكون طيب مع الآخرين، كل ما تكون تحبهم، تسوي لهم الخير، تكون مثقف علمياً، مثقف بالأمور الحياتية، راح تشوف إنه أنت مبين إنسان واصل بالمجتمع وأكبر من عمرك، وهذا الشيء شيء حلو وجميل إن تكون تعرف كل الأشياء وتعرف شلون تكسب حب الناس. طبعاً أنا هسه مشاهدين الكرام قاعد أشوف سعيد شو ضايج وحزين، مع أنه هو اسمه سعيد،
خلينا نشوف ليش طايد. يا الله، السلام عليكم يا معود. سعيد، شبيك ضايج وانت اسمك سعيد؟ اول شيء عليكم السلام، ثاني شيء عفني وحاج. شبيك معود؟ ايش هذا النفخ؟ طيارته شبيه نفخ شي عليه؟ اريد اخلص معدتي. الشكو احكي لي شنو؟ صديقي معدي. ايه انا اليوم اشعر بالوحده. بالوحده؟ عاد وحدي وضايج. شنو بالوحده؟ يعني ساعه قصدك لو شنو؟ لا لا، يعني اشعر اني قاعد وحدي. ها ايه متكئ بالتوحيد اليوم. ايه زين، بس فهمت هذا، شنو عندك انت؟ صديقي مهدي، اني بالحقيقه كلش ضايج، ولو ما اريد يعني اصدقائي يسمعون كلمه ضايج، خصوصا هي كلمه سلبيه، وانا تعلمت من سيد ايجابي انه ما اقول هاي الكلمات السلبيه ومن عندهم ضايج. اها ايه زين، هسه سعيد افتهم لان انت وحيد اليوم وضايج. زين، انت يعني لازم تتعود على هالموضوع هذا، بس شنو الموضوع اللي اثر بيك جدا وخلاك تضوج؟ صديقي مهدي، اني ايه اصدقائي ايش سووا؟ اصدقائي سووا والتموا كلهم راحوا المدينة الالعاب. ايه وما قالوا لي، على مود هي اروح واروح وياهم. لا زين، بس اصدقائك راحوا المدينة الالعاب وعافوك. ايه وانت بقيت هنا وحدك. اني لازم اروح المكتبه وافتحها وانطر الاصدقاء اقلام تلوين واقلام حبر واقلام جاف، لانه بورق لا مجلات يردون ونوب كتب كلهم. يعني انت اليوم راح تظل هنا انا وحدك؟ بس نشتري يعني اساعدك لو شنو؟ لا انت ما راح تقدر تجي تساعدني، انت هم راح تظل وحدك يعني. مو هي يعني صارت مشكلتين. شوف صارت ضوجتي يعني فوق ما انا ضايج. بس انت الا تحكي لي العاد، الا تقول لي زين. انا شلون راح اتخلص من هاي الوحده والضوجه؟ خلينا نفكر، خلينا نفكر، فكر فكر يلا سعيد فكر. خلينا نفكر، هو انا سحله بالافكار. اي صح، خلينا نفكر. اعطيني دقيقتين خلينا نفكر. لا هواي اثنين. ها جتني فكره. اي الله تفضل. تدري شلون اخلص من هاي الوحده والضوجه؟ اي اقضي الوقت مع اصدقائي اللي هم اصدقاء برنامج عمو فرحان. شلون؟ اي سعيد تضحك علي. الظاهر الوحده انت خليتك تتخيل وتفكر بشيء يعني خارج الاطار اصلا. اقول لك الاصدقاء هم جاي يتابعونا من التلفزيون، يعني كل واحد قاعد ببيته وانت قاعد هنا بشارع الاصدقاء، شلون راح تقضي وقت ممتع مع الاصدقاء وهم بعيدين عنه؟ صديقي مهدي، صحيح اصدقائي كل واحد بمنطقه، جماعه بالبصره، جماعه ببغداد، جماعه ببابل، عبالك ما ادري، حتى من خارج العراق يتابعون. ايه فعلا صح. مو صحيح؟ صحيح. احنا شلون نتواصل ويا اصدقائنا؟ شلون؟ قل لي. من خلال صورهم. ايه؟ اللي بعثوها لنا عن طريق رقم برنامج عمو فرحان. اي والله 0771 11 22 88. واني اشعر بسعاده مطلقه عندما اشوفهم وهم فرحين ويضحكون وصورهم حلوه ومشاركات جميله وفيديوهات وصوت، كلش افرح. يا معود لما تحكي من البدايه تفور احنا مثلك. اقول لك هسه اكيد الاصدقاء عرفوا احنا وين وصلنا. وصلنا يا اصدقائنا الشطار الى فقره جميله جدا بها صوركم الرائعه ووجوهكم المبتسمه والضاحكه، فقره صور اصدقاء البرنامج، ندعوكم لمشاهدتها. خلينا نشوفها الان ان شاء الله حتى من بعدها نعلن اسم الفائز باجمل صوره فنيه. شو تقول سعيد؟ يلا خلينا نشوف. يلا نشوفها. الان مع صور اصدقاء البرنامج. Thank you.
ألف ألف مبارك لصديقتنا الفائزة بأجمل صورة فنية، صديقة عمو فرحان طوعة محمد. كل التوفيق لكم أصدقائنا جميعا، والتوفيق لصديقتنا طوعة محمد. أتمنى تواصلها معنا عبر رقم البرنامج اللي رسلت من خلاله صورتها، اللي هو 0771-11-2288، حتى إن شاء الله نسلمها جائزتها وتكون فرحة بهذه الجائزة المقدمة من قناة كربلاء ومن برنامج عمو فرحان. إذن أصدقائنا ما زلنا مستمرين معاكم بهذه الفقرات الجميلة، فقرات عمو فرحان، وراح يخبركم الآن صديقي العزيز سعيد بالفقرات اللي جاية لنا إن شاء الله بعد هذه الدقائق القليلة. صديقي مهدي. نعم. أنا قاعد أشوف عمو أبو عبد الله لازم 2 أطفال. صح ناقل يتمشي. يخبلون وراح يطبون يم عمو فرحان. إيه. يمكن أنا إن شاء الله ويا عمو فرحان. فعلًا ذاك جاي يتمشي إيه. زين شنو رأيك ننتقل لهم؟ نشوفهم ونتعرف عليهم. يا ريت والله سعيد. عم فرحان عم ردي صحري. احنا بالحديقه. اهلا شباب شلونكم؟ حياك الله. اكو شخصيه راح تجيك ويا 2 أطفال يخبلون. شخصيه؟ اي من هاي الشخصيه؟ هسه راح يجون عليك ونتعرف عليهم. اي صح صح صح، قبل شوي ابو عبد الله سولف وياي. اي صح صح صح. وينهم؟ شو؟ سلام واهلا وسهلا. شوف شنو جبت الحلوين. اهلا بيك ابو عبد الله. طلعوا بينو حلوين ضيوف البرنامج وبضيوفك الموهوبين. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. شنو هالاناقه؟ شنو هالشياكه؟ لا افشي لحد ايش تعرف على ضيوف برنامج عمو فرحان؟ كلهم حلوين يخبلون. اي تمام تمام. يا ابو عبد الله هسه الاسئله يمك، شو تريد تسالهم؟ والله هي انا عندي بعض الاسئله. اول شيء ما قالوا لي السلام عليكم. ها انت ما قلت لي السلام عليكم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بصديقنا. وانت صديقي قل له السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. زين ابو عبد الله. نعم. السؤال الاول يقول لضيوفنا الاعزاء، ما هو اسمك؟ سلطان. سلطان اهلا وسهلا. سلطان شنو؟ سلطان بهاء ابراهيم السعدي. يا اهلا وسهلا. اهلا سلطان. زين صديقنا الاخر شنو اسمه؟ امير بهاء السعدي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. زين السؤال الاخر يقول يا اصدقائنا الحلوين، وهي جلسة تعارف مع ضيوفنا الأعزاء، من أي محافظة أنتم؟ من يا محافظة أنت؟ كربلاء المقدسة. أحسن. ما شاء الله ما شاء الله. أحسن. كل الهلا. كل الهلا. السؤال لصديقنا ذات القميص الأحمر الجميل، في أي روضة أنت؟ أنت بيا روضة؟ أقول لك إحنا ما عرفنا اسمك، أنت شنو اسمك؟ أمير بهاء السعدي. أمير نسيت. أبو قال اسمه. قال اسمه بس أنا نسيت. أنت وايد تنسى أبو عبد الله. إيش أسوي؟ أبو عبد الله عيني. يومية تأكل 10 حبات زبيب. ماشي أنت سوق لي إياهم. إيه دلل. إيه. مو مشكلة موجودات بالسوق تقدر تشتريهم. زين. أي روضة؟ أمور أنت يا روضة. روضة العميد. روضة العميد. ما شاء الله. زين أبو عبد الله. قول. خلينا نشوفه بيا مدرسة صديقنا. ها صدق سلطان نسيته. انت يا مدرسة زي ما نسيت. الساقي. مدرسة الساقي. أوه. ما شاء الله. احسنت. هاي خوش مدرسة والله. اي حلو. زين خبوه. ابو عبد الله هسه اريدك انت تسالهم مواهبهم شنو هي؟ انا ما اعرف. ها اي خوش. اما انا راح اعطيك معلومة. إيه؟ تخبل. وهي؟ انا سمعت. اي سلطان. زين. اخو امير. عندهم فد موهبة خارقة ما شاء الله. ما شاء الله. صلوات على محمد وعلى محمد. حافظين كل عواصم العالم. اها والارقام هم ما فيها. شنو 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 شنو؟ لحظة. الارقام؟ ايه ما شاء الله. شلون ابو عبد الله؟ قول ابو عبد الله. قول. يعني انت انت تريد تقنعني انه الاولاد بهيج عمر
حافظين كل العواصم والدول؟ هسه اخو نسالهم يا عيني دي الله يسال هسه اسال الله يخليك يا معود انا عبرت الستين وما حافظ يمكن 10 سور خو قول لي انا علمك هسه على الاقل انا حافظ فد 15 يا عيني صدق كذي يلا والله رقم زين كم دوله وكم محافظه خلينا نشوفها نساله يلا بالله اسال اسئله فد سؤالين شي ثلاثه على الدول أي. شنو عواصمها صديقنا العراق شنو عاصمته بغداد ما شاء الله فرنسا شنو عاصمها فرنسا اي باريس ما شاء الله ابو عبد الله الباقي عليك انا بدي احافظ يعني. اي زين مصر القاهرة القاهرة ما شاء الله زين أقول لك عمو فرحان كولومبيا برأيك شنو بوغوتا 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 أعرف أنا تعرفها بوغوتا أسمع بيها ما صايرة ما رايح لها قبل أنا وياك لا والله زين روسيا موسكو ما شاء الله شنو عيالو فين شاطر ترى سلطان ما قلت لك زين إيران طهران بعد شنو بعد اليابان اليابان انا احب اليابان طوكيو طوكيو هاي ما رحنا لها هناك ما صارت لنا فرصه زين زين كوريا الجنوبيه سيول سيول اي صحيح زين. ايطاليا 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 روما روما شنو هاي اي حلو زين اقول لك سلطان وليدي انت بس فهمني هاي شلون تعلمت منو علمك امك الله يحفظها تحياتنا وبابا ويطول بعمرهم وتسمع كلامهم زين ايه. شوف شلون يحبوك يعلموك شغلات حلوه ايه. صح لو غلط او ما سووا كاحه ما سووا هي عافيه عافيه زين اقول لك عمو فرحان برايك ان شاء الله من يكونون هذول الحلوين شنو راح يصيرون ما دام حافظين الدول والعواصم واحد حيكون وزير خارجية إيه؟ والثاني حيكون طيار يا الله الله يسمع من حقه ليش وزير خارجية اللي هو علاقات الدبلوماسية مع بقية الدول والطيار اللي هو حيندلن كل مثلا يصعدون ذول الركاب زين. يقولوا له يا بحنا نريد نروح لفرنسا فهو رأسا يشغل وقبل ثاني فارع على يمين فرنسا شو تقول أقول لك سلطان إيه؟ زين أنت شو يعجبك أنت كبار الصغير لاعب طيار لاعب طيار ما شاء الله زين لاعب شنو يعني ما عرفت كرة قدم كرة قدم يحب كرة القدم مثل عم ابو عبد الله دقيقة زين ليش ما تصير وزير خارجية مو خاف هاي الطيارة للسوق تنزلها بالملعب يا اخي وسوي لنا مشكلة لا لا هو شاطر شنو هاي اي والله سبحان والله هو شاطر يعني لا لا انا اتوقع له وزير حيصير ان شاء الله اي والله احنا نتمنى طبعا ايه زين احنا امير ما سألناه كم سؤال انت هل تعرف العواصم والله يعني اريد اسألك فد الاردن عمان ما شاء الله ترى امير اخوها محافظ يعني ايه زين تركيا أنقرة ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد زين بعد يا دولة السودان الخرطوم واو. ما شاء الله زين بعد شو أسئلك أنا تيحت بالدول سوريا يعني تيحت الصين بكين ايه حافظ هنا أمير أبو عبد الله يعني. ماكو داعي تسألهم بعد الجماعة عبر حافظين الصوب الثاني ما شاء الله كل شيء حافظين دقيقة ايه وهاي رسالة نبعثها لكل أطفال العالم شوفون هلا أطفال الحلوين شوان حافظين الدول والعواصم لكن دا أحس أبو عبد الله ضام شي بعد ثاني شنو ما أعرفه نكمل أي أقول لك وليدي سلطان أنا سمعت وعرفت أنت حافظ فت قصيدة صعبة بيها صوت بلبل هيشي صفير دقيق هلا ذكره قصيدة صوت صفير البلبلي انت صدق حافظها نعم يلا لعد نريدك انت تقراها ويسمعوها الاطفال ويتعلمون من عندك يلا باوع ايش على هاي الكاميرا صوت صفير البلبلي هيج قلب الثملي الماء والزهر مع زهر لحظ المقلي وأنت يا سيدي وسيدي ومولاي فكم تيمني غزيل العقيقلي قطفته من وجنة من لثم ورد الخجلي فقال لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولا الخود مال الطربا من فعل هذا الرجل فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي ف
فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل وفتية سقونني قهوة كالعسل لي شممتها بأنفي أزكى من القرنفل في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي. العود دندندنني والطبل طب 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 لي طب 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 طب. والسقف قد سقسق لي والرقص قد طاب لي شوى شوى وشاهش على ورق سفرج. وغرد القمر يصيح مللا في ملل ولو تراني راكبا على حمار أهزة يمشي على ثلاثة كمشية العرنجة. والناس ترجم جم بالسوق بالقلقل لي وكل كعك كعك خلفي ومن حويل لي لكن مشيت هاربا من خشية العقنقل. أحسنت أحسنت. إلى لقائي ملك معظم مبجل يأمرني بخلعة حمراء كالدمدم لي أجر فيها ماشيا مبغددا للذيل. أنا الأديب الألماع من حي أرض الموصل نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي. أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. أحسن سلطان وبارك الله بيك والله يوفقك إن شاء الله. وأنا من وراك سلطان بعد ما أكتب شعر ما أعرف وش أقرأ مثلك. زين عم فرحان ترى مو بس هو سلطان ما تخافوا تكمل كمل إيه أمير أمير كمل أمير كمل خلينا نشوف انت شويه نشوف. يعني نريد كم تعطينا كم بيت يعني من هذه صوت صفير البلبل شويه هيك شويه إيه؟ صوت صفير البلبل اي جق قلب السمري الماء والزهر معا بظهر لحظه المقل. وانت يا سيدني وسيدي ومولاي فتم فتم تيمني وزين عقيقلي خطفته منة لاسم بعد الخجل. فقال لا 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 لا, لا. شكرا شكرا أمير حسين بارك الله بيكم. شنو زين شنو رأيك بالقصيدة عمو فرحان؟ شنو شنو معقولة؟ ايه اذاني بيها شيء؟ لا لا لو هم حكوا شيء؟ لا 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 هاي شنو هاي شلون حفظتوها؟ اما ما شاء الله شطها وهاي مال طلعها بالتلفزيون. انت طلعها بالتلفزيون؟ ايه وتحفظها؟ بالتلفزيون ايه. عميرة طلعها بالتلفزيون 500 مرة ما احفظها. ايه مو هم يعني عمو فرحان مو هم الاطفال ما شاء الله دماغهم يعني ادري مو مثلنا احنا كبرنا يعني هسه احنا نقرا جرايد يعني يا دوب. ايه صحيح صحيح ايه صحيح يا عيني يا قلبي. ايه طبعا طبعا زين عمو فرحان ايه؟ نعم. تقدر يعني تقرا لنا اخر بيتين؟ نعم نعم. شلون شلون اني عمو فرحان اعيد لك اخر بيتين؟ ها انا بس هاي حفظتها بق بق بي بق 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 بي بق. لا مو بق بق عيني طب هذا اللي افتهمته يعني تريدني ابو عبد الله طب 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 ابو عبد الله ما عرفته سلطان يعني صحيح يا طب طب يا طب طب لو بق بق طب طب لي اه صحيح هذا شاطر سلطان اني بالنسبه الي يعني اخاف كان الي واهس انه اصير شاعر فمن هسه اعتزلت الشعر قبل ان ابدي بالشعر. وطبعا انا وياك يعني اطفال بهيك عمر ما شاء الله عليهم بهيك امكانيه اني كلش احييكم وعاشت ايديكم والهديه الهديه الهديه تعالوا خذوها خذوها الهديه هذه الهديه هاي الجناب هاي الهديه جنطه مقدمه من شركه آسيا سيل. اتفضل أمير وتفضل أنت سلطان وبيكم خير وتدللون. وإحنا هسه نريد نسأل سلطان ونقول له بنهاية هذا اللقاء شنو تريد تقول يعني أنت تحب عمو فرحان؟ نعم شكراً. بس عمو فرحان تحبه لو البقية هم ما تشارع الأصدقاء؟ البقية هم أحبهم. بارك الله بيك. وزين وأنت أمير تحب ايه. برنامج عمو فرحان؟ إيه كلش هواية؟ ايه يعني تابعنا كل احنا؟ ايه انا اشكرك ايه. يا طيبين ويا حلوين ايه. الله يوفقكم يا ابو عبد الله وكل الهلا بيكم ونورتونا. انا طبعا راح اترخص عمو فرحان ايه. ايه ايه واني هسه شنو خلنا ترخص قبل ما تسولف انت
لان هاي هم مجلات نعطيهم احنا جايبين لهم مجلات ابو عبد الله. انا بس قاعد احسب طب طب انا راح اخذهم واروح وانت ظل طب طب خويا طب طب يلا طب يلا كم وحده طب طب يلا مع السلامه. اي طب طب مع السلامه طب 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 ها اي طبعا انا اخذتني الواسي القصيده الحلوه. اصدقاء احنا كلش سعداء بوجود اطفالنا حلوين والموهوبين ما شاء الله عليهم. قصيده صعبه جدا وبهيك عمر حافظيها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالإضافة إلى دول والعواصم عاشت أيديكم. الآن ننتقل إلى فقرة ثانية وجميلة مع بنين. يا أهلا وسهلا بك. شكرا عمو فرحان. طبعا بالبداية مشاهدين الكرام اسمحوا لي أن أشكر أهلهم شكر خاص، يعني هم أطفال بعمر صغير وأخلاقهم حلوة وهم أيضا حافظين أشياء. يعني هسه أنا قدامكم هذا عمري ما أعرف أقرأ هذه القصيدة، فما شاء الله يعني أنا أتوقعهم إن شاء الله يوصلون الفتشي بالمجتمع ويفرحونه، والله يحفظهم إن شاء الله لأهلهم ويوفق أهلهم على هذه التربية ويخلي والدهم ووالدتهم إن شاء الله. وصلنا الآن إلى فقرة حصاد الحلقة، راح أحاول أقرأ حسب ما يسمح بي وقت البرنامج من خلال الهاتف. يلا خلينا نبدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرقم التسلسلي 460. قرار حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام. نحن من متابعين برنامج عمو فرحان. يا أهلا وسهلا. ليش ما تعرضون صورنا؟ لا والله احنا قاعد نعرض الصور، بس قاعد نعرضها تباعا، يعني إذا ما نعرضت اليوم تنعرض إن شاء الله بثاني يوم. ودازلنا هذه الصورة هسه احنا عرضناها بحصاد الحلقة وإن شاء الله تنعرض بصور أصدقاء البرنامج. خلينا نشوف صورة أخرى إن شاء الله، أو متصل آخر. أخير ثلاث أرقام 622. عمو فرحان جاي يسلم علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من واسطة، أهلا وسهلا بكم وبأهالي واسط. الرقم التسلسلي 267. ألف مبارك النجاح السين ديباد. سين ديباد يسمع جاي يباركو لك إن شاء الله، نشوفها بأعلى المراتب إن شاء الله ببركات دعائكم. أخير ثلاث أرقام 759. السلام عليكم برنامج عمو فرحان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تضيفون هاي الصورة ويا صور أصدقاء البرنامج رقية حمزة. إيه أكيد إن شاء الله نعرضها بالأيام القادمة. هاي رقية هي وستايلها الحلو الله يحفظها إن شاء الله. خلينا نشوف بعد متصل آخر. أخير ثلاث أرقام 606. السلام عليكم. عليكم السلام. شو كنت تنعرض الصورة إن شاء الله بالأيام القادمة. طبعا دازينا هذه الصورة رقية ضرغام من بلدي. أهلا وسهلا رقية ما شاء الله قاعد تقرأ دعاء. نعم دعاء ولابسة شادر وهي بعمر صغير. الله يحفظها إن شاء الله ويخليها لأهلها. طبعا الصورة حلوة والمعنى مالتها حلو والبنوتة حلوة يعني هي بعمر صغير وما شاء الله شوفوها شلون يعني لابسة شادر وملتزمة. الله يحفظك إن شاء الله. خلينا نشوف بعد متصلين آخرين. أخير ثلاث أرقام 454. السلام عليكم عمو فرحان. وعليكم السلام. أنا بنين بس ماكو فرق إن شاء الله. ممكن نشارك بصور الأصدقاء إن شاء الله، تزورنا أي صورة وإحنا نعرضها بالمستقبل. أخير ثلاث أرقام 416. هذا رقم تسلسلي. دازلنا صورة هذه البنوتة فيديو شلون تضحك طبعا أنا هواية أفرح لما أشوف هيك صوركم شلون حلوة. خلينا نشوف شنو اسمها. اسمها زينب عباس. يا أهلا وسهلا بي زنوبة. وكاتبين ألف مبروك النجاح السندباد. طبعا أكيد هذا الشيء يفرحنا لما السندباد ينجح. أخير ثلاث أرقام 115. السلام عليكم. وعليكم السلام. قناة كربلاء برنامج عمو فرحان. يا أهلا وسهلا بكم. الرقم التسلسلي 216. دازلنا صورة هذول الثلاث أولاد بإحدى الأضرحة المقدسة. هذه الله يحفظهم إن شاء الله. خلينا نشوف إيش كاتبين من رسالة. كاتبين السلام عليكم. احنا اصدقاء برنامج عمو فرحان. وعليكم السلام. احنا نحب عمو فرحان وحزين وسعيد وعم ابو عبد الله ومهدي. ليش ما ذاكرين بنين ما ادري، بس خلينا نشوف مشاهدين الكرام فقره اخرى من فقرات برنامجكم برنامج عمو فرحان.
اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا الشطار، ونرحب بكم بهذه الفقره الجميله اللي وصلنا لها الان، اللي هي فقره اتصل واربح، حيث مشاركاتكم الجميله واصواتكم الرائعه. وان شاء الله بهذه الفقره راح يشاركني صديقي الجميل سعيد، اللي قبل شويه كان حزين بس الحمد لله من بعد مشاهدته لصوركم الجميله صار سعيد جدا. الان اصدقائنا كونوا معنا بهذه الفقره الجميله من بعد الفاصل. الآن اتصل واربح. شلون شمرت هذيك الساهيش؟ زين، نبدا وننطلق معاكم اصدقائنا الشطار مع اول اتصال من محافظة البصرة، حيث صديقتنا انوار خالد من البصرة. السلام عليكم يا انوار. وعليكم السلام. اهلا ومرحبا بانوار، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. دوما ان شاء الله. انوار اسم بابا شنو؟ خالد صح؟ زين، بيصف انتم؟ سادس اعدادي. سادس اعدادي، شلون هالمواد؟ سهلة صعبة؟ الحمد لله ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين، اتمنى لكم الموفقيه والنجاح. صديقتنا في السادس الاعدادي، حضري نفسك لسؤالنا، وقبل ما نروح للسؤال قولي لنا شنو امنيتك بالحياه بصوره عامه؟ بالدراسه مثلا؟ النجاح. نعم؟ النجاح. النجاح يا رب تحققون اقصى علامات النجاح، وايضا الكنترول راح يختار لك ويتمنى لك امنيه من خلال هذه الصوره اللي راح تظهر الان على الشاشه، خلينا نشوفها سوية. عفوا، السؤال يقول ما هي مهنة هذا الرجل؟ مهنة هذا الرجل هي نفسها مهنة الدكتور فاهم. دكتور. دكتور يعني طبيب مو صح؟ انا ما هي الشاشة. هو احنا ردنا نساعدكم. يعني طبيب. اذا طبيب مو؟ طبيب، اجابة طبيب. يلا نشوف الاجابة ان شاء الله صحيحة. عفي عليكم، الاجابة صحيحة وموفقة. نشكر صديقتنا الشاطرة ويا رب الموفقية ونجاح، وتحققون إن شاء الله النجاح الباهر أصدقائنا. شكرا، مع السلامة. سؤال من الأهواء. السلام عليكم. نعم. سيد محمد من السعودية. شلون؟ سيد محمد من السعودية. سيد محمد من السعودية، حياك الله. نيت هلا. من السعودية. أهلا ومرحبا. شوف صديقي مهدي. من السعودية أصدقائنا يتصلون، أهلا ومرحبا بسيد محمد، كيف الحال؟ السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام سيد محمد، أهلا ومرحبا. لانك ولا مهدي. حياك الله سيدنا العزيز، نشكرك، نشكر اتصالك على البرنامج وعلى قناة كربلاء الفضائية، وأكيد قلوبنا مفتوحة لكم جميع أصدقائنا من داخل وخارج العراق. أريد نعرف اسمكم الكامل وإيش قد عمركم. عمري 15. يسلمك الله، عمرك 15، يا أهلا بالسيد محمد. الوالد؟ زين، اسم الوالد شنو؟ سيد صالح. سيد سالم، اوكي تمام. زين، نريد كلمه من عندك تخص البرنامج وتخص قناه كربلاء الفضائيه حتى ان شاء الله يدخل اسمك في القرعه، تفضل. كلمه توجهها للبرنامج. او يعني تريد سؤال؟ البرنامج وشاهده وقت يعني كثير. شكرا جزيلا لك. زين، اذكر لنا ثلاثه اسماء محافظات في السعوديه. في كربلاء. صديقنا؟ الو؟ الو؟ صديقي سيد حبيبي. اتمنى التفوق والنجاح. شكرا لك. طيب، احنا نشكر صديقنا الشاطر ويا رب الموفقيه والنجاح لك دوما وابدا، وان شاء الله هذا الاتصال ما يكون هو الاخير، دائما نحب نسمع اصواتكم. مع السلامة. شكرا، شكرا، تحياتنا. رويده معاك. رويده السلام عليكم. وعليكم السلام عمو. عمو، انا مو عمو، العمو عمو ابو عبد الله عمو فرحان، مو صحيح؟ رويده، رويده شنو اسم بابا؟ عرفان. شلون؟ عرفان. رويده عرفان من يا محافظه؟ كربلاء المقدسه. اهلا ومرحبا. كربلاء المقدسه. نشكركم، واسمكم راح يدخل بالقرعه مباشره. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
باقي عندنا دقيقة واحدة لازم نستقبل بها أكثر عدد من الاتصالات. يلا. رقية من كربلاء، السلام عليكم، شنو اسم بابا؟ من البصرة. اسم بابا مسلم. تحياتنا لصديقتنا، واسمك راح يدخل القرعة مباشرة بدون سؤال ولا مشاركة، مع السلامة. شكرا. اتصال آخر مع سعيد. السلام عليكم. ألو، قطع اتصال. قطع اتصال. اتصال آخر. إن شاء الله يعودون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو الاسم؟ فاطمة أحمد من بابل. فاطمة أحمد من بابل. هذا اسمكم، دخل القرعة مباشرة. مع السلامة. سلامة. شكرا، تحياتنا لكم. اتصال آخر. يلا اتصال آخر. سلام عليكم، من ويانا؟ عليكم السلام ورحمة الله. لكم زينب. يا أهلا بزينب. زينب شنو اسم بابا وبيا محافظة أنتي؟ كامل. اسم بابا كامل، من أي محافظة؟ بغداد. اهلا وسهلا ومرحبا زينب، نشكرك لاتصالك واسمك دخل ويانا بالقرعه، ونعتذر لاكمال المشاركات اصدقائنا الشطار بسبب ضيق الوقت. الان راح يبدا الان صديقي الشاطر سعيد باجراء القرعه، ان شاء الله يحدد اسم الفائز حتى بذلك نعلن لكم الجائزه اللي راح يستلمها صديقنا الفائز. تجاهز سعيد؟ دقيقه. نعم. عاشت ايدك. منو الفائز ويانا؟ هو سيد محمد سالم. سيد محمد، يا اهلا وسهلا بسيد محمد من السعوديه، مبارك لك هذا الفوز، يا رب الموفقيه والنجاح. بما انه احنا المسافه بعيده واجازتنا قد تكون ما تخدمه بهي الرصيد، فاحنا راح نكون ان شاء الله نزور لك زياره بالانابه للامام الحسين سلام الله عليه، وبدورك انت ايضا نحملك امانه زياره النبي الاكرم نيابه عن كادر برنامج عمو فرحان. شكرا لك لتواصلك، وشكرا لكل الاحبه الاصدقاء لتواصلهم، واكيد هذا الشيء يسعدنا كثيرا. والان يا سعيد وين نروح؟ نروح لعمو فرحان. يلا نروح. شكرا سعيد ومهدي على هذه الاتصالات الجميلة، فرحتونا بصوت أصدقائنا الحلوين. أصدقائنا الأطفال، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم مع حلقة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.